بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في أحكام الطلاق، قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. طلاق السنة أن يطلق امرأته في طهر لم يجامع فيه، هذا طلاق السنة. قال الشيخ موسى الحجاوي، قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله، قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في طهر لم يجامع فيه. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: طاهرات من غير جماع، أي طلقوا المرأة في طهر لم تجامع فيه. قال: فتحرم الثلاث، إذن تحرم الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فالطلاق الثلاث دفعة واحدة هذا بدعة، فالطلاق المشروع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فتحرم الثلاث، إذن الطلاق الثلاث دفعة واحدة هذا يحرم لأنه مخالف لشرع الله، لما رواه النسائي رحمه الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان، قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ قال الحافظ: ورواته موثقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على من يطلق ثلاث دفعة واحدة، فهذا محرم ولا يجوز، فالطلاق المشروع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. فإذا طلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتمت عدتها انتهى الطلاق، ما يريدها خلاص انتهى الأمر. بعض الناس يظن أن الطلاق لابد يكون ثلاث، هذا خطأ. طلقة واحدة إذا طلقتها في طهر لم تجامع فيه وتمت عدتها انتهى الأمر، ما لك رغبة انتهى. وروى أبو داود رحمه الله عن مجاهد رحمه الله قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاث، قال فسكت ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، أي الغضب، ثم يقول يا ابن عباس: وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. وأن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني في طهر لم تجامع فيه. فالطلاق الثلاث بدعة دفعة واحدة. وعن علقمة رحمه الله قال: جاء ابن مسعود رضي الله عنه رجل
فقال: إني طلقت امرأتي 99، وإني سألت فقيل قد بانت مني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: 3 تبينها منك وسائرهن عدوان. أنا تجاوزت قلت 99، هذا غير مشروع، و3 أيضا دفعة واحدة ممنوع. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه الطبراني رحمه الله ورجاله رجال الصحيح، وعلى الصحيح من المذهب إذا طلق الزوج 3 بكلمة واحدة وقعت 3، وبه قال أكثر العلماء، ولكن يحرم جمع 3 بكلمة واحدة، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال في الإفصاح رحمه الله: واتفقوا على أن الطلاق 3 بكلمة واحدة يقع. وقال ابن رشد رحمه الله: وقوع 3 بكلمة واحدة هو قول فقهاء الأمصار، انتهى. واختار كثير من العلماء رحمهم الله أن طلاق 3 واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام، وابن حزم رحمه الله في المحلى، والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. على كل، الطلاق 3 دفعة واحدة غير مشروع، فالطلاق المشروع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فإذا تمت العدة انتهى الأمر. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة. إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض أو في طهر جامع فيه فطلاقه بدعة، لأن طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، يقع الطلاق ولكن هو بدعة، يأثم في ذلك. اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن من طلق في زمن حيض أو طهر وطئ فيه فطلاقه واقع مع التحريم، يعني يأثم ولكن الطلاق وقع. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، عليه تطليق، أي حسبت تطليق. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رسول الله سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه السلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك رجعتها. قال رحمه الله: العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. ولفظه للبخاري رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين، يشهد عند الطلاق شاهدين. ونقل ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد إجماع العلماء رحمهم الله على أن من طلق في حيض أو طهر وطئ فيه
وهو بدعة يأثم ويقع الطلاق. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الطلاق في زمن الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه محرم ولا يقع الطلاق، ولكن الجمهور على أنه يقع الطلاق ويأثم. وأطال ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في تهذيب السنن فعادته إذا أفاض في مسألة أشبعها أي توسع في بيانها، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله. على كل، الطلاق في زمن الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه محرم ولكن يقع. واختار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ولهما في ذلك أجوبة قوية وتحقيقات نفيسة. فقد مد الباء أي تكلم كلاما باء كثيرا ابن القيم، وطول النفس في كتابه الإغاثة بما لا مزيد عليه، ولكن الجمهور على أن الطلاق طلاق الحائض أو الطلاق الثلاث يقع. الطلاق المشروع أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فإذا تمت عدتها ولا يريدها انتهى الأمر. قال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بن حملها. الصغيرة إذا طلقها لا يعتبر سنة ولا بدعة لأنه لم يدخل بها، والآيسة التي انقطع حيضها كذلك لو طلقها فلا يعتبر سنة ولا بدعة بل يقع الطلاق. وغير مدخول بها إذا عقد بالمرأة عقد النكاح ولم يدخل وطلق فلا يعتبر فيه سنة ولا بدعة لأنه لم يدخل. ومن بان حملها إذا حملت المرأة وظهر حملها وطلقها فلا يعتبر سنة ولا بدعة ويقع الطلاق. قوله ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها، الحكمة في ذلك أن غير المدخول بها لا عدة عليها فتضرر بتطويلها، والصغيرة والآيسة التي انقطع حيضها عدتها بالأشهر 3 أشهر فلا تحصل الريبة بتطويل العدة عليها، والحامل عدتها بوضع الحمل فلا ريبة أيضا. قوله ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها، الذي مشى عليه في المقنع أن هذا خاص في الزمن دون العدد، والمذهب لا فرق، فلا سنة ولا بدعة في طلاق الصغيرة والآيسة وغير مدخول بها لا في وقت ولا عدد صرح به في الإقناع والمنتهى. على كل، الطلاق المشروع طلقة واحدة، أما الثلاث دفعة واحدة هذا مخالف للشرع. قال وصريحه أي الطلاق الصريح لفظ الطلاق، لفظ الطلاق هو الطلاق صريح، وما تصرف منه أي من الطلاق غير أمر غير فعل الأمر، طلق هذا لا يعتبر طلاق، ومضارع يطلق هذا لا يعتبر طلاق، ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه، جاد أو هازل سواء جاد أو مازح
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الخرقي رحمه الله صريحه 3 ألفاظ. صريح، الطلاق الصريح 3 ألفاظ، الطلاق والفراق والسراح، لأن هذه الألفاظ هي التي ورد بها القرآن العزيز، واختاره كثير من الأصحاب منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو بكر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله. تنبيه: الفرق بين الصريح والكناية. الصريح هو ما لا يحتمل غيره، يعني كلام لفظ صريح لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح فيتعين له بالإرادة. الكناية إذا نوى بها الطلاق يعتبر يقع الطلاق. قوله وأن ينويه جاد أو هازل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، يعني لا يعتبر فيه المزح: النكاح والطلاق والرجعة. هذه 3 سواء قالها جادا أو مازحا يقع: النكاح والطلاق والرجعة. رواه 5 إلا النسائي رحمهم الله، ورواه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه رحمهم الله. فلا يجوز المزح في كلمة الطلاق أو النكاح أو الرجعة. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فإن نوى بطالق من وثاق، يعني قال طالق ولكن أراد أن الشاة مطلقة من الرباط، أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط فقال طالق، لم يقبل حكما، هذا لا يقبل قوله. قوله لم يقبل حكما أي ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. وهذه رواية استظهرها في الأنصاف وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وعنه يقبل قوله. قال في الإنصاف: وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في المغني والشرح، انتهى. ولو سئل الإنسان: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع إذا سأل سائل الرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال الرجل: نعم. وقع الطلاق. قوله نعم وقع الطلاق، لأنه سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع أي وقع الطلاق بقول نعم. أو ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا. أما إذا سئل: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد بذلك الكذب فلا يقع شيء. قوله ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع. ولو لم ينوي على الصحيح من المذهب، لأن نعم صريح في الجواب وهو قول الشافعي رحمه الله. وأما إذا قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا، أي فلا يقع، لأنه إن نوى الكذب فما نوى الطلاق، وإن لم ينوه لم يقع. على المسلم أن يحذر هذه الكلمات. فصل: وكناياته الظاهرة، الكناية الظاهرة، نحو: أنت خلية،
إذا قال الرجل لزوجته أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، فهذه كنايات ظاهرة، والخفية الكنايات الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه، هذه كنايات خفية. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله، قال في المصباح: وناقة مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت. إذا قال أنت خلية وهو في الأصل ناقة مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت، فإذا قال للمرأة كذلك ونوى الطلاق يقع الطلاق. وبائن أي منفصلة، وبتة أي مقطوعة. قال في المصباح: وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، وطلقها طلقة بتة وبتلة أي منقطعة. وفي المصباح: وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، وطلقها طلقة بتة وبتلة أي منقطعة. وفي المصباح: وطلقها طلقة بتة بتلة وأنت حرة. الحرة هي التي لا رق عليها، ولا شك أن النكاح نوع من الرق، وأنت الحرج أي الحرام والإثم. ومن الأدلة لذلك ما رواه الشافعي ومالك في الموطأ رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا، أي يعتبر طلاق ثلاث، فينبغي للمسلم أن يحذر. وروى الدارقطني رحمه الله عن علي رضي الله عنه في الخلية إذا قال خلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا يعتبر طلاقا ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذكره في المحلى رحمه الله عن علي وابن عمر رضي الله عنهما في الخلية ثلاثا أي يعتبر طلاقا ثلاثا، وكذا في البرية. وقال ابن حزم رحمه الله وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا قال أنت طالق طالق أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث، والحقي بأهلك، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا. فقوله الحق بأهلك هذه كناية، إذا نوى بها الطلاق يعتبر طلاق. وقال في الإنصاف: وقيل الحق بأهلك كناية ظاهرة، وعليه أكثر الأصحاب، ولا يقع بكناية ولو ظاهره طلاق إلا بنية، الكناية لا يقع به الطلاق إلا مع النية، ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، ففي هذه الحالات يعتبر يقع الطلاق. من الأدلة على ذلك ما جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما قيل له: اعتزل امرأتك،
قال لها: الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. متفق عليه. فلما قال الحقي بأهلك ما نوى الطلاق فلم يعتبر طلاق، فلو نوى يقع الطلاق. وفي الموطأ رحمه الله أن عمر رضي الله عنه استحلف الذي قال لامرأته: حبلك على غاربك. رجل قال لامرأته: حبلك على غاربك، ففيه دليل على اعتبار النية. يعني سأله: هل نويت الطلاق؟ قال: فإن نوى وقع. ولعموم حديث ركانة. وبهذا القول قال الجماهير من العلماء رحمهم الله، منهم أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: يقع الطلاق ولا يفتقر إلى نية. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: لا يقع الطلاق بكناية إلا بنية، إلا إذا نوى، إلا مع قرينة إرادة الطلاق، إلا إذا كان هناك قرينة دلت على أنه أراد الطلاق. قال: إلا حال خصومة في وقت الخصوم أو غضب أو جواب سؤالها، فإذا كان في هذه الحالات يقع. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما ويقع مع النعم، لم يقبل حكما. قال: وهو قول مالك رحمه الله. وعند الشافعي لا بد من وجود النية، وعن أحمد رحمه الله مثله، يعني ولو كان في حال خصومة لا بد من النية. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثة، الكناية الظاهرة مع النية يعتبر طلاق ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. قوله: ولا يقع مع النية بالظاهرة، الكناية الظاهرة ثلاث، تقدم قريبا ما رواه مالك والشافعي والدارقطني رحمهم الله، وقال في الإقناع وشرحه: روي ذلك عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاث. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث. وعنه يقع ما نواه اختاره جماعة منهم أبو الخطاب رحمه الله لما روى ركانة أنه طلق امرأته والبتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلق امرأته البتة، قال: البتة. والبتة تعتبر ثلاث، ولكن إذا نوى واحدة تعتبر واحدة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: في الكنايات الظاهرة إذا لم ينوي بها عددا تقع واحدة تبينها. فقال مالك رحمه الله: تقع الثلاث، وإن قال أردت دون الثلاث لم يقبل منه. قال الشافعي رحمه الله: يرجع إلى نيته. وصرح في التنقيح بأنه إذا لم ينوي شيئا فيقع واحدة فيقبل منه حكما. فعلى المسلم أن يحذر هذه الألفاظ. فإذا شريعتنا الإسلامية أحسن الشرائع أحكاما،
وأعدلها نظاما، شريعة جاءت بما يسعد البشرية في دينها ودنياها الحمد لله، شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل جيل ولكل أمة، شريعة تتمشى مع الزمن وتطوراته، لأن الذي شرعها الله عز وجل عالم بما كان وما يكون. لقد جاءت شريعتنا السعيدة المسعدة لمن عمل بأحكامها بجواز الطلاق إذا لم يحصل بين الزوج والزوجة وئام، أي اتفاق ومحبة واستقامة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. فصل: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو قال أنت كظهر أمي فهذا يعتبر ظهار، فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهو عتق رقبة قبل أن يمسها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإذا لم يستطع فصيام 60 يوما، يطعم 60 مسكينا، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكينا قبل أن يمس، فيجب على المسلم أن يحذر. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام، يعني يعتبر ظهار. وإن قال ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق، طلقت 3، قوله إن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يكفر، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، متفق عليه. وفي سنن النسائي رحمه الله قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت ليست عليك حرام، ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الآية عليك أغلظ الكفارة، يعني عليك كفارة مشددة، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وقال الشارح ومن قال إنه ظهار عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال إنه إذا قال أنت علي حرام يعتبر ظهار، ومن قال به إنه ظهار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي رحمهم الله. وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام أنه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا انتهى. ومذهب الأئمة 3 رحمهم الله يكون طلاقا باء بالنية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها كثير من الأصحاب. قوله طلقت 3 لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق، الطلاق إذا قال الطلاق بالألف واللام تفسيرا للتحريم، فدخل فيه الطلاق كله، وعنه لا تقع 3 إلا إذا نواها. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة،
وإن قال كالميتة والدم والخنزير، أي محرمة كالميتة والدم والخنزير، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا، إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة لأنه فوض إليها. هذا المذهب. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله لا تقع الثلاث إلا بنية الزوج، وعند مالك رحمه الله لا تقع إلا إذا أقرها الزوج عليه. ونقل الترمذي رحمه الله عن مالك رحمه الله القضاء ما قضت، دليلنا أنه قال به أكثر الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. فقد أخرج البخاري رحمه الله في تاريخه أن عثمان رضي الله عنه قال القضاء ما قضت، لأنه قال أمرك بيدك، فإذا قال لها ذلك القضاء ما قضت. ولا ينبغي للرجل أن يقول هذا لامرأته، الطلاق بيد الرجل. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي رحمهم الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في أمرك بيدك ثلاث، يعتبر طلاق ثلاث، وروي مرفوعا والموقوف أصح. وفي الموطأ لمالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أراه كما قالت. قال الترمذي رحمه الله في صحيحه، وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما القضاء ما قضت، لأنه جعلها بيدها. قال ويتراخى، أي مدة بعدما يقول ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ويختص اختاري نفسك بواحدة، قوله ويتراخى روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر رحمهم الله وغيرهم. وعند الأئمة الثلاثة هو مقصور على المجلس، يعني ما زال في المجلس. قوله ما لم يطأ، قال مالك وأصحاب الرأي رحمهم الله ليس له الرجوع، لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع. إذا قال أمرك بيدك، ويختص اختاري نفسك بواحدة، وبالمجلس المتصل يعني في نفس المجلس ما لم يزدها فيهما. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. قوله ويختص اختاري نفسك بواحدة لثبوته عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم أم المؤمنين، ولأنه تفريض معين إذا قال اختاري نفسك بواحدة، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم. قوله بالمجلس المتصل هذا المذهب، ومن الأدلة على ذلك أنه روي عن عمر وعثمان بن مسعود وجابر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف الصحابة رضي الله عنهم.
ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول. وبهذا القول قال الإمامان مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله ما لم يزدها فيهما، يعني أول قال واحدة ثم زاد، فإذا زاد تعتبر زيادة. قوله ما لم يزدها فيهما فيجوز، لأن الحق له لما في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما خير صلى الله عليه وسلم نساءه قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فجعله لها على التراخي. قوله فإن ردت لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حديثها فإني أريد الله ورسوله، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، إذا كان الرجل حر يملك الطلاق الثلاث، أو بعضه حر يعتبر له يملك الطلاق الثلاث، والعبد اثنتين، العبد يملك طلقتين حرة كانت زوجتاهما أو أما. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله هذا بناء على أن الطلاق معتبر بالرجال وهو المذهب، فالحر يملك ثلاث والعبد يملك اثنين. وبه قال الإمامان مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وذلك لما رواه مالك رحمه الله مرفوعا والشافعي رحمه الله موقوفا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه العبد يطلق تطليقتين، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، رواه الدارقطني والطبراني رحمهم الله. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو طالق علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها، وإلا فواحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، يعني طلقة كاملة. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر والظفر ونحو. إذا طلق الروح أو طلق السن أو طلق الشعر أو الظفر ونحو طلقت، أي وقع الطلاق. قال وقال في مجمع الزوائد رواه الدارقطني والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
رواه الدارقطني والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. ورواه البيهقي رحمه الله موقوفا على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وإذا لم يثبت فيه نص فهو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وعثمان بن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وحكاه ابن القيم رحمه الله في الهدي عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما. ومما يقوي هذا القول أن الله خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمهم معتبرًا بهم. وعن أحمد رحمه الله أن الطلاق معتبر بالنساء، وهو قول أبي حنيفة وبعض العلماء، فعليه يملك زوج الحرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرًا. لكن القول الأول الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وقال الزركشي رحمه الله: والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً، قال في الإنصاف: وهو قوي في النظر. قوله: وإن طلق عضواً أو جزءاً مشاعاً أو معيناً أو مبهماً، أو قال نصف طلقة أو جزءاً من طلقة، طلقت، يعني طلقة واحدة. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. قوله: وعكسه الروح، وفي الإقناع والمنتهى كما هنا: لا تطلق بتطليق الروح. وفي المقنع: وفي المقنع وإن قال روحك طالق طلقت، قال في الإنصاف، وهو المذهب. قوله: والسن والشعر والظفر، أي فلا تطلق، لأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة وحال الحياة. إذا قال سنك طالق أو شعرك طالق أو ظفرك طالق فلا يقع، لأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة وحال الحياة. وبهذا القول قال أصحاب الرأي، وقال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله: يقع الطلاق بذلك. تنبيه: قوله أنت طالق وكرره، أي كرر هذه العبارة، قال في الإنصاف: لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة التأكيد الأولى لم يقبل، ووقع ثلاثا لعدم اتصال التأكيد، وإن أكد الثانية بالثالثة صح، وإن أطلق فطلقة واحدة. وإذا قال لمدخول بها امرأة قد دخل بها أنت طالق وكرره، وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهامها. وإن كرره ببل أو بثم أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقع اثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، إذا عقد بها ولم يدخل وطلقها طلقة واحدة صارت بائن، لأنها لم يدخل بها، فإذا قال أنت طالق بانت منه ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق كالمنجز من هذا، يعني كالطالق كالطلاق النافذ. قوله: وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، أي صارت بائن في الطلقة الأولى لأنه لم يدخل بها. من الأدلة على ذلك أنه قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن غير المدخول بها إذا طلقها طلقة واحدة صارت بائن، لأنها لا عدة عليها، فطلاقها طلقة واحدة بائن.
وبه قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعند مالك رحمه الله تقع الثلاث إن لم يرد به التأكيد. قوله ولم يلزمهم ما بعدها، وجه ذلك أن ما بعد الأولى تصادفها وهي بائنة ليست زوجة للمطلق فلا يقع عليها طلاق، إذا كان غير مدخول بها طلقها طلقة واحدة بانت منه، وما زاد على الواحدة هذا ليس له مكان لأنها غير زوجة بانت منه بالأولى. قوله والمعلق كالمنجز، فلو كان زوج، فلو قال زوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فإنها تطلق بعدد ما كرره. فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربعة كن له أربع زوجات أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. قوله ويصح منه استثناء النصف، الاستثناء لغة من الثني وهو الرجوع، يقال ثنى رأس البعير إذا عطف، واصطلاحا إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها من أدوات الاستثناء. قوله استثناء النصف هذا المذهب لأنه لم يرد بلسان العرب الاستثناء إلا في القليل من الكثير، وعلى هذا أئمة اللغة كأبي إسحاق الزجاج وغيره، إذا قال نصف طلقة يعتبر طلقة. قوله وإن قال ثلاثا إلا واحدة وطلقتان، وفي هذا القول قال أكثر العلماء رحمهم الله منهم الإمام الشافعي وأصحاب الرأي، بل نقل ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم على جواز مثل ذلك رحمهم الله. وجه ذلك أن الاستثناء له أصل في الشرع، فقد قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي الله عز وجل. وقوله عز من قائل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما استثنى، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، وقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي والعياذ بالله، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، لعموم الحديث المتفق عليه وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما الاستثناء في عدد الطلقات فلا يقبل لأن اللفظ المطلق أقوى من نيته. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، هذا المعتمد عند أكثر الأصحاب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراق
حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقال إن شاء الله نفع. وهذا مذهب أحمد رحمه الله الذي يدل عليه كلامه وعليه متقدم أصحابه واختيار أبي معمد أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك رحمه الله وهو الصواب. قلت ويشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما قاله المجد جد الإمام ابن تيمية شيخ عبد السلام، ما قاله المجد في المنتقى بعد سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان عليه السلام لأطوفن على 90 امرأة، ونسي أن يقول إن شاء الله، وهو حجة في إن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت الكلام الأول. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. فإن مات أو جن أو خرس أي صار لا يتكلم قبل بيان مراده لم تطلق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال أنت طالق 3 قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق 3 قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وبعد شهر وجزء تطلق فيه. فإن خالعها بعد اليمين بيوم فقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. وعكسها بعد شهر وساعة، وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. قوله فإن قدم قبل مضيه لم تطلق، وجه ذلك أنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر ولم يوجد ذلك، وكذا إن قدم مع مضي الشهر لم تطلق أيضا. قال في المغني والشرح بغير خلاف بين أصحابنا. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، لأنه علق على أشياء مستحيل. قال الشارح رحمه الله قال تنبيه: يحرم وطئها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها، لأن كل شهر يأتي محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. قوله وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع أي تبينا وقوعه لوجود الصفة. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله، والمراد بالجزء وقت من الزمن ولو يسيرا. قوله وعكسه بعد شهر وساعة، هذا بناء على ما إذا كان الطلاق بائنا فيبطل الخلع لأنه صادفها
بائنا، والخلع البائن غير صحيح، ويصح الطلاق لوجود شرطه. وأما إذا كان الطلاق رجعيا تلقى أولى أو الثانية فيصح الخلع مطلقا، لأن الرجعية زوجة فيصح خلعها. قوله وعكسه معه أو بعده، قال في الإنصاف بلا نزاع عند الأصحاب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إذا قال أنت طالق مع موتي أو موتك فليس بشيء. وجه ذلك أن الزوج إذا قال لزوجته مثل ذلك أنها لا تطلق لأنها بانت بموته، والبائن لا يلحقها طلاق. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. إذا قال مثل هذا لم تطلق، لأن هذه أشياء مستحيلة. قال الشارح لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال. قال الله تعالى في حق الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي، أي لا يأتيهم أبدا، لا يأتي أهله أبدا. قال وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما.